دي اسمها شخصيه انطوائيه. لكن ورا الموبايل ده انا لبلب اكتب لك احلى كلام وانا قاعد على الموبايل، وتبقى صداقه قويه جدا، وممكن ندخل في علاقه على الموبايل. اول لما تيجي نقلبها لعلاقه حقيقيه هتلاقيني انسحبت. ليه؟ ما اقدرش اخليها علاقه واقعيه، ان انا بخاف من المواجهات. دي الشخصيه الانطوائيه. في شخصيات عصبيه بتتاثر باللي مكتوب. النهارده في ناس غاويه تكتب سعر مش عارف ايه غلي، سعر ايه غلي، الناس متخيله ان ده مجرد ان انا كده بلم لايكات وكومنتات، وما يعرفش ان في ناس بتتاثر بالكلام ده وبتكتئب. في ناس ممكن سكرها يعلى، ضغطها يعلى، بتجيلها ازمات قلبيه من كلام وممكن يكون كاذب. فبقول لهم ناس من اللي بيعملوا كده بتلاقيهم عايشين الحياه عادي جدا وزي الفل ومبسوطين وبيشتري وبيعمل وبتاع، بس هو غاوي يكئب الناس. طب اقول لك بقى سر، اغلبهم مش قاعدين في مصر. مثلا صح بيحصل، لاننا يعني احنا وسط اطباء، اغلب اللي بيكتبوا الكلام ده تلاقيهم قاعدين في دبي وقاعدين في السعوديه وعاملين يكتبوا على الاسعار في مصر. يا اخي ما انت قاعد في السعوديه بتقبض بالريال، قاعد في دبي بتقبض بالدرهم ولا بتاع الاماراتي، وعمال تتكلم على الاسعار في مصر، انت مالك؟ يقول لك ايه ما انا مصري. ايوه انت مصري، بس انت اللي عمال تزم في البلد، وانت عمال تلعب في البلد وانت قاعد هناك، انت هارب اساسا. فدي بالتالي دي انا بحس انها موجهه. ليه؟ ان هو عارف ان في ناس عصبيين بيتاثروا، والعصبيين يعني دول غلابه بيتاثروا باي كلمه، وتلاقيهم يعني اكتئبوا، واضطرابات في النوم، واضطرابات في الاكل، وسكر عالي وضغط عالي، لمجرد كلمه بتتكتب على السوشيال ميديا، واحد بيكتبها لمجرد هو بياخدها بقى ان ده هزار، بياخدها ان هو ده تفريغ ضد البلد، طاقه سلبيه وهكذا. يمكن في ناس برضو لجؤها للموبايل طول الوقت، انا مش لاقي حد يسمعني، دي اسبابه، دي اعذاره، انا مش لاقي حد يسمعني، مش بعرف اتكلم مع حد، فده المنفذ الوحيد ليا ان انا بعرف اتكلم حقيقي، الاقي فيه تفاعل، انا ما فيش تفاعل في ارض الواقع، فانا بهرب لحاجه فيها تفاعل اكتر. ما ده اما شخصيه انطوائيه فهو مش هيعرف يتفاعل على الارض الواقعي، فبالتالي بيهرب العالم الافتراضي، وده عالم بتاعه هيبقى مبسوط بيه قوي. أكيد. في ناس تاني هي اوريدي ظروفها طلع معاش بعيد عن اسرته، فبالتالي بيدور على عالم اخر على عالم يتعايش معاه، اللي هو العالم الافتراضي. بس لازم يبقى مقتنع ان ده عالم افتراضي، اوله افتراضي واخره افتراضي.